أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن. وفيها البرلمان التركي يناقش قرار إعلان حالة الطوارئ والحكومة تتعهد بالحفاظ على القانون. عشرات القتلى والجرحى إثر تجدد الغارات الجوية على حلب وإدلب والغوطة الشرقية. حكومة الوفاق الليبية ترفض الوجود العسكري الفرنسي في ليبيا وتعتبره انتهاكا للسيادة. أهلا بكم إلى هذه النشرة، ونستهلها من تركيا، حيث قال المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان قرطلمش في تصريح لقناة أن تي في التركية إن تركيا ستحذو حذو فرنسا بتعليق العمل بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤقتا بعد إعلان حالة الطوارئ. تركيا قبل المحاولة الانقلابية الفاشلة والتي قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، لم تعد ذات تركيا التي بعدها، فاليوم بعيد الشبه عن الأمس. فرياح التطهير تطال كافة أجهزة الدولة بشقيها الأمني والمدني وحتى التعليمي، لا سيما بعد أن طالب مجلس التعليم العالي بتوجيه دعوة للأكاديميين الأتراك الموجودين حاليا في مختلف بلدان العالم لأغراض تعليمية بالعودة إلى البلاد. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر أن الانقلاب لم ينتهي بعد، وحمل شبكة يتزعمها رجل الدين فتح الله جولان المقيم في الولايات المتحدة المسؤولية عن محاولة الانقلاب على الديمقراطية في تركيا. عليه لم يتوانى أردوغان على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لضمان القدرة على اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لضمان ما وصفه بالتهديدات التي تحدق بالعملية الديمقراطية وحكم القانون وحقوق مواطنيه وحرياتهم. قررنا أن نوصي الحكومة بإعلان حالة الطوارئ وفقا للمادة 120 من الدستور حتى يتسنى لنا القدرة على التعامل بوجه السرعة مع جميع عناصر المنظمة الإرهابية. مجلس الوزراء التزم أيضا تلك التوصية وقرر إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع الأراضي التركية. بموجب حالة الطوارئ التركية يسمح للرئيس التركي وحكومته إصدار قوانين جديدة بعيدة عن قبة البرلمان وبتقليص الحقوق والحريات أو تعليقها عند الضرورة، ويمكن للحكومة التركية أن تنفذ سلسلة من التدابير في ظل هذه الحالة غير العادية، من بينها فرض حظر التجول وحظر التجمعات والاحتجاجات وحظر وسائل الإعلام المطبوعة مثل الصحف والمجلات والكتب أو النشر بدون موافقة رسمية. أعتقد أن هذا التحرك ضروري في ظل الظروف الحالية. نحن نمر بأوقات صعبة، ما حدث هو خطأ كبير بغض النظر كوننا نحب وندعم الحزب الحاكم أم لا. أولئك الذين حاولوا الانقلاب ينبغي إزالتهم في أقرب وقت ممكن. خلافا لما يمكن توقعه، لم تخلف حالة الاعتقالات وإعلان حالة الطوارئ حالة من التشنج في الشارع التركي، ويبدو أن التخوف من عواقبها يستشعره الخارج أكثر من الداخل. وينضم إلينا من أمام مبنى البرلمان في أنقرة مراسلنا عدنان الظاهر، وكذلك من إسطنبول مراسلنا أحمد غنام. أبدأ معك عدنان، كيف تسير أو كيف تقيم الأحزاب السياسية والكتل السياسية في البرلمان هذا القرار أو مقترح القرار، وأيضا ما أبرز ما جاء في كلمة وزير العدل بكير بوزداغ؟ جمال، نقاشات داخل البرلمان التركي ما زالت متواصلة. كان هناك كلمة هامة لوزير العدل التركي بكير بوزداغ دافع خلالها عن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء التركي وأيضا مجلس الأمن القومي التركي بضرورة فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وقال إن هذا القرار يأتي من أجل تسريع تطبيق القوانين وتطهير أجهزة الدولة ممن اسماهم الإرهابيين، وهنا يقصد بالتحديد جماعة رجل الدين فتح الله جولان المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية. بكير بوزداغ أيضا قال أن قانون الطوارئ لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الحياة الاجتماعية للمواطنين الأتراك، وكذلك لن يؤثر على النواحي الاقتصادية في البلاد، بل شدد على أن هذا القرار سيزيد من الحكم المدني في البلاد وسيعطي دورا أكبر للمؤسسات
المؤسسات المدنية خلال الأيام القادمة. فيما يتعلق بمواقف الأحزاب التركية جمال، هناك ليس هناك توافق بين الأحزاب التركية الأربعة الممثلة داخل قبة البرلمان. حزب الشعب الجمهوري وهو أكبر أحزاب المعارضة التركية رفض هذا القانون واعتبره بحسب لقاء أجريته قبل قليل مع أحد نواب هذا الحزب، اعتبر هذا القانون بمثابة انقلاب مدني على أسس الديمقراطية في تركيا. حزب الشعوب الديمقراطي ذو الأغلبية الكردية كان موقفه متماهيا إلى حد كبير مع موقف حزب الشعب الجمهوري، وأيضا رفض تمرير هذا القانون داخل قبة البرلمان. الدعم الكبير الذي سيحصل عليه حزب العدالة والتنمية هنا داخل قبة البرلمان سيأتي من حزب الحركة القومية اليميني الذي أعلن رئيسه دولة بهجلي قبل نحو ساعتين الآن أنه سيؤيد هذا القرار، وجميع نواب هذا الحزب سيصوتون لصالح مشروع تمرير هذا القرار. النقطة الجوهرية جمال فيما يتعلق بقراءة التصويت هي أن النظام الداخلي لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة سيترك الحرية لأعضائه ولنوابه للتصويت كل بحسب موقفه الشخصي، لن يكون هناك تصويت موحد من هذا الحزب، وبالتالي فإن نسبة من أصوات حزب الشعب الجمهوري أيضا ستذهب باتجاه تأييد تمرير هذا القرار. بكل الأحوال التصويت أو القرار حتى يمر بحاجة إلى 367 صوتا من أصل 565، وبإمكاننا أن نقول أن القرار سيمرر بشكل شبه مؤكد، لا سيما أنه مدعوم من قبل حزب الحركة القومي وحزب العدالة والتنمية الذي يحظى بالأغلبية البرلمانية هنا داخل قبة البرلمان. جمال، نعم، أنتقل إلى أحمد في إسطنبول. إذن البرلمان يسير ربما نحو تمرير هذا القرار أو قانون الطوارئ، ما هل ما زالت حملة الاعتقالات والعزل متواصلة اليوم، وأي تأثير لقانون الطوارئ ربما على الحياة العامة في البلاد؟ نعم جمال، في الحقيقة أن الحديث عن قانون الطوارئ هو سيد المشهد في تركيا، سيما في أوساط المعارضة كما ذكر الزميل عدنان قبل قليل. الحركة القومية بتأكيده عبر رئيسه الدعم المطلق لقانون الطوارئ يخرج الحكومة والسلطات الأمنية من مأزق قانوني كبير، سيما أن هذه الاعتقالات المستمرة منذ ليلة الانقلاب حتى اليوم لا تستند إلى أي أرضية قانونية، فبالتالي جميع الذين السلطات الأمنية بمن فيهم الجهاز الاستخبارات معرضون للمساءلة القانونية وعلى رأسهم وزير العدل بكير بوزدار. فبالتالي مضطرة الحكومة للتقرب أو للتحدث مع والطلب بشكل رسمي وسري وجهري من المعارضة للموافقة على هذا القانون والتصويت عليه. الاعتقالات مستمرة حتى هذه اللحظة في صفوف المؤسسة العسكرية، سيما أن التحقيقات تفتح أبوابا جديدة حول دخول عناصر من الكيان الموازي من صفوف المؤسسات المدنية إلى داخل المؤسسة العسكرية، سيما موضوع التنصت على جهاز على رئاسة الأركان التركية. أيضا دعني أشير إلى أن هذا قانون الطوارئ يعني ألقى بظله على الوضع الاقتصادي داخل البلد، سيما اليوم كما تعرف أن الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني خفضت من النقاط تركيا، وهذا من شأنه أن يوقف الاستثمار الخارجي. نعم. ويعرقل دخول وتدفق الليرة القطع الأجنبي إلى السوق التركي. أيضا إذا ما صحت دعاية الحكومة التركية بأن من يقف وراء الانقلاب الكيان الموازي، فإن الكيان الموازي لديه استثمارات قوية في السوق التركي ويستطيع عبر مفاصله المنتشرة داخل السوق التركي من إيقاف وعرقلة الوضع الاقتصادي في تركيا، وهذا من شأنه أن يتسبب بتدهور الليرة التركية، رغم أن الليرة التركية حتى الآن لا تزال متماسكة أمام سعر الدولار، سيما أنها انخفضت بنحو 0.45%. شكرا لك أحمد غنام، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من إسطنبول، وشكرا أيضا لمراسلنا عدنان الظاهر من أنقرة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التزام حكومته باحترام القوانين والمحافظة على المؤسسات الديمقراطية في معرض رده على الانتقادات الغربية التي تلت إعلانه فرض حظر الطوارئ. والانتقادات المتوالية أثارت حفيظة أردوغان الذي أعرب عن رفض بلاده تلقي دروس في الديمقراطية.
التوجس والقلق بات سمة واضحة لردود الفعل الدولية منذ بدء حملة التطهير في تركيا، والتي شملت مؤسسة الجيش وأجهزة الأمن وموظفي الدولة والتعليم وقطاعات أخرى، وصولا إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في البلاد. القلق بدا واضحا في تصريحات وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاين ماير، شدد على ضرورة اقتصار حالة الطوارئ في تركيا على الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء التحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة وإنهائها بأسرع وقت ممكن. شتاين ماير الذي حث الحكومة التركية على الحفاظ على سيادة القانون طالبها أيضا بضبط النفس في ردها على محاولة الانقلاب، وحذر أنقرة من الاستمرار فيما وصفها بمطاردة المعارضين السياسيين. وقوف الدول الأوروبية مع الحكومة التركية المنتخبة لم يحل دون انتقادها لحملة الاعتقالات وإعلان حالة الطوارئ، فالنمسا استدعت السفير التركي وأبدت تخوفها من الإجراءات التي تتبعها السلطات التركية عقب فشل الانقلاب. فرنسا انتقدت هي الأخرى حملة الاعتقالات، وأكدت أن فشل محاولة الانقلاب لا يمنح الرئيس التركي شيكا على بياض على حد تعبيرها، وطلبت من أنقرة احترام مبادئ دولة القانون. الرد التركي جاء سريعا على لسان أردوغان نفسه الذي رفض تلقي دروسا في حقوق الإنسان من أحد، في إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرلوت. وسعى أردوغان لطمأنة الرأي العام الداخلي والخارجي إلى أن حكومته لن تتراجع عن مكاسب الديمقراطية تحت غطاء حالة الطوارئ، بينما اعتبرت وزارة الخارجية منتقدي الإجراءات الأخيرة في تركيا بمثابة تأييد ومساندة للانقلاب، مؤكدة التزامها بالأطر القانونية في التعامل مع من حاولوا الاستيلاء على السلطة بالقوة. بدأت في مدينة ألكسندروبوليا اليونانية محاكمة العسكريين الانقلابيين الثمانية الذين فروا إلى اليونان بمروحية عسكرية. في الشأن السوري ارتفعت حصيلة الغارات التي استهدفت مدن حلب وإدلب والغوطة الشرقية إلى 36 قتيلا وعشرات الجرحى، وأفاد ناشطون بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين في غارات سورية وروسية على بلدة تلمنس بريف إدلب، كما أغارت طائرات النظام على مناطق مدنية في معرة النعمان بريف إدلب الغربي، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين فضلا عن دمار كبير في الممتلكات. وفي ريف دمشق قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة حياة سكنية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، ما تسبب بمقتل مدنيين اثنين وإصابة أكثر من 10 آخرين. أما في مدينة حلب فأظهرت صور بثها ناشطون عملية تفجير نفذتها المعارضة المسلحة في مبنى فرع المرور التابع لقوات النظام في حي باب جنين. ويظهر المقطع المصور تمكن المعارضة من الوصول إلى مبنى فرع المرور عن طريق نفق حفره مقاتلوها تحت الأرض، ليتم بعدها تلغيم المقر وتفجيره، ما أسفر عن مقتل أكثر من 35 عنصرا من قوات النظام وإصابة آخرين. ومعنا من ريف حلب الناشط ياسين أبو رائد عضو المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية. سيد أبو رائد، تفاصيل أكثر عن هذه العملية وما أهمية الموقع المستهدف. نعم، مساء الخير. يعني بعد يعني أشهر من العمل على نفق أسفل مقرات قوات النظام في منطقة باب جنين، استطاعت اليوم كتائب ثوار الشام أن تقوم بتفجير نفق تم تفخيخه مسبقا أسفل مقر فرع المرور في هذه المنطقة. أسفر هذا يعني التفجير إلى مقتل أكثر من 35 عنصرا من قوات الحرس الجمهورية التابعة لقوات النظام. طبعا موقع منطقة يعني فرع المرور هي تعتبر تقريبا من الأبنية الخط الدفاع عن وسط مدينة حلب، يعني بعد هذا المبنى لا يوجد مباني كثيرة تصل إلى منطقة ساحة باب جنين أو ساحة الرئيس كما يقال لها. يعني حاليا هذه المنطقة مع منطقة فندق الأمير هي تعتبر خط الدفاع عن وسط المدينة لقوات النظام. حاليا اليوم يعني بعد هذا التفجير حاولت كتائب من الجيش الحر التقدم على هذا المحور، دارت اشتباكات عنيفة لمدة 5 ساعات متواصلة مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي التابع لقوات النظام.
ياسين أبو رائد عضو المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية، كنت معنا من ريف حلب، شكرا لك. أمهلت ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية في بيان لها مقاتلي ما يسمى بتنظيم الدولة 48 ساعة للخروج من مدينة منبج الخاضعة لسيطرة التنظيم شمالي سوريا. وأضاف البيان أن قوات سوريا الديمقراطية قبلت بمبادرة خروج عناصر التنظيم المحاصرين داخل المدينة بأسلحتهم الفردية إلى جهة نية مختيارها حفاظا على أرواح المدنيين وعلى المدينة من الدمار. وشدد على أنها الفرصة الوحيدة والأخيرة أمام عناصر التنظيم للخروج من المدينة على قيد الحياة. كما دعا البيان سكان المدينة إلى أخذ تدابيرهم ومحاولة الخروج من المدينة والابتعاد عن مناطق الاشتباكات. أعربت حكومة الوفاق الوطني الليبية عن استيائها البالغ من إعلان باريس وجود قوات فرنسية في شرق ليبيا، مؤكدة رفضها هذا الوجود العسكري الذي رأت فيه انتهاكا لحرمة التراب الليبي. وأكدت الحكومة في بيان لها أنها أجرت اتصالات مع السلطات الفرنسية لمعرفة أسباب وملابسات التواجد العسكري الفرنسي في ليبيا وحجمه. وأكدت أن طرابلس ترحب بأي مساعدة أو مساندة إقليمية أو دولية في الحرب ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، على أن يتم ذلك بطلب مسبق وبالتنسيق معها. وكان مئات الليبيين قد تظاهروا أمس في مدن ليبية عدة تنديدا بالوجود العسكري الفرنسي بعد إعلان باريس مقتل 3 من جنودها أثناء مهمة استخباراتية على الأراضي الليبية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الأونروا تحتفي بمرور ربع قرن على برنامج تمويل المشاريع الصغيرة في قطاع غزة. أهلا بكم من جديد. أفاد مراسلنا في القدس بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قرت مخططا استيطانيا ضخما في القدس الشرقية بدعوى تطوير السياحة في المدينة المحتلة. وأوضح أن المشروع الذي صدقت عليه ما يسمى بلجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال يقضي ببناء العديد من الأبنية والمرافق الاستيطانية على طول سكة القطار الخفيف الذي يمر بأجزاء من القدس الشرقية. ويشمل المخطط إقامة مطاعم وفنادق وأبراج سكنية. وتدعي بلدية الاحتلال أن من شأنه أن يساهم في تحسين وضع المدينة التجاري والسياحي. والآن جولة سريعة في أخبار الاقتصاد. أشار البنك المركزي اللبناني إلى التزام البنوك اللبنانية الكامل بالإجراءات الأمريكية الأخيرة التي تحظر التعامل مع الحسابات البنكية التابعة لحزب الله للمحافظة على موقع لبنان في النظام المالي العالمي. يذكر أن مستوى المديونية في لبنان يصل حاليا إلى 137.7% من الناتج الإجمالي المحلي، ومع التخفيض الائتماني الأخير من قبل فيتش إلى B- على البنك المركزي اللبناني الرضوخ الكامل للإجراءات الأمريكية. تشتهر مدينة عالي في جنوب العاصمة البحرينية المنامة بالصناعة التقليدية للفخار التي يعود تاريخها إلى حضارة دلمون قبل حوالي 5000 سنة. ومع انتقال الحرفيين المستمر نحو صناعات أكثر ربحية، تواجه صناعة الفخار البحرينية التقليدية تحديات كبيرة تتطلب الجهود الحكومية لحمايتها. أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في اللقاء الأول الذي جمعها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أهمية اعتماد الأسس السليمة للخروج الآمن والناجح لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع عدم الإعلان عن تطبيق المادة 50 من ميثاق الاتحاد الأوروبي حتى تتضح معالم الخروج الشاملة. ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 3 إيطاليين يقومون بإدارة مركز لطباعة اليورو بتقنية عالية. كان بحوزتهم 7,700,000 يورو من الأوراق النقدية المزورة، من بينها ورقة 20 يورو التي تم طرحها العام الماضي بمواصفات عالية لمواجهة التزوير.
أقدمت الشركة الأمريكية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية تسلا على طرح طرازها الجديد عالي الرفاهية بتكلفة منخفضة، مع تأكيدها الشركة على توجهها الكامل للمحافظة على البيئة من خلال خطط الاستحواذ على شركة سولاسيتي. خمسة وعشرون عاماً مرت على بدء برنامج تمويل المشاريع الصغرى في قطاع غزة من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة. بهذه المناسبة نظمت الأوروا معرض متميزون الذي يحتفي بتجارب فلسطينيين استفادوا من البرنامج. أكثر من 20 مشروعا في افتتاحية معرض متميزون الذي أشرفت عليه دائرة التمويل الصغير التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. منذ إنشاء البرنامج قام تقديم أكثر من 417 ألف قرض للعمل هنا في مناطق عمليات الأونروا الخمسة بواقع أكثر من 470 مليون دولار. المشاريع الصغيرة التي تشكل ما يزيد عن 90% من الاقتصاد الفلسطيني والتي تعد المشاريع المشاركة في هذا المعرض جزءا منها تواجه عقبات مختلفة. بنحاول قدر المستطاع نساعد الناس، منتظرين اللحظة اللي بيكون فيها فتح للمعابر، فرص للاستيراد من الخارج، فرص التصدير للخارج، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الخام لأنه أزمة غزة الآن في توفر المواد الخام. محمود جريح فلسطيني شرع في إنشاء مشروعه الصغير كي يواصل حياته بشكل يتناسب مع ظرفه الصحي كما يقول. المبلغ اللي اخذته مبلغ صغير، يعني انه كان انا عندي طورت فيه شويه، لكن بدخل لي دخل انه بخلي بزيد اكيد يعني من دخلي، انه انا بقيت اعمل في مبلغ مثلا 1000 دولار، لما يزيد ل 2000 دولار ما بزيد انه بصير عند الضعف. مؤخرا قال تقرير للجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن معدل دخل الفرد في اليوم الواحد يصل إلى حوالي دولارين يوميا فقط، والذي يعد ضمن أقل المعدلات في العالم. توفر مثل هذه المعارض فرصة جيدة لأصحاب المشاريع الصغيرة لعرض منتجاتهم محليا، خاصة في ظل القيود الإسرائيلية على المعابر التي تحول دون عرض منتجاتهم خارج قطاع غزة. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. الآن إلى جولة في أهم أخبار الرياضة. أعلنت محكمة التحكيم الرياضية رفضها استئناف اللجنة الأولمبية الروسية بمشاركة 67 عداء روسيا في أولمبياد ريو. وأكد بيان المحكمة عدم أهلية العدائين التابعين لاتحاد الموقوف بالمشاركة في مسابقات تحت رعايته. انتقل نجم بايرن ميونخ ماريو كوتزي لصفوف فريقه السابق بروسيا دورتموند. عودة كوتزي اكتملت رسميا اليوم بمبلغ قدرته وسائل أعلام ألمانية ب 22 مليون يورو. تنقلت وسائل أعلام إنجليزية خبر اقتراب الاتحاد الإنجليزي من تعيين سام ألاردايس مدربا للمنتخب خلفا لمواطنه روي هوتسون. الاتحاد يسعى مع ألاردايس لتعويض خيبة المشاركة الأخيرة في اليورو. لم ترتقي مباراة بيبي غوارديولا الأولى كمدرب للمانشستر سيتي إلى الطموحات المعقودة عليه. المدرب الكتالوني فشل في اختباره الأول أمام فريقه السابق بايرن ميونخ. المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أليانز أرينا انتهت بهدف نظيف للفريق المستضيف سجله التركي إردال أوزدوليك في الدقيقة 76. انتهت مباراة الذهاب من نهائي كوبا ليبرتادوريس بالتعادل الإيجابي بين صاحب الأرض إنديبندينتي ديلفال وضيفه أتلتيكو ناسيونال. الفريق الإكوادوري تمكن من تحقيق التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق لاعبه أرتورو مينا. ويستعد الفريقان لمباراة العودة يوم الخميس المقبل على أرض أتلتيكو ناسيونال لحسم اللقب. وصل الأمريكي جون إزنر إلى الدور الثالث من بطولة واشنطن المفتوحة للتنس بعد فوزه بمجموعتين نظيفتين أمام الأسترالي جيمس دوكور بواقع 6-3 و6-4. شاركت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي باراك أوباما شركة مقدمة البرامج جيمس كوردن في وصلة غناء كاريوكي في برنامجه.
ونقلت وسائل أعلام أن ميشيل أوباما قالت أثناء ظهورها في فقرة الغناء في سيارة جيمس كوردن إنها لم تحصل على فرصة كافية للغناء أو الاستمتاع بالموسيقى في السيارة منذ 7 أعوام. ولم تكن ميشيل أوباما شخصية الهامة الوحيدة في الفقرة، حيث انضمت لها في السيارة المطربة ميسي إليوت. بهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة. زوروا موقعنا على الانترنت www.alarabi.tv، كما بإمكانكم إبداء آرائكم ومقترحاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نلقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.